طيب نكمل بقى كلامنا مع حضراتكم. امبارح طبعا النادي الاهلي زي ما كلنا تابعنا خلال حلقتنا استأنف تدريباته، طبعا الفريق الاول خد تقسيمه قويه في اطار التحضيرات الخاصه بمباراه بيراميدز المقرر لها يوم الخميس المقبل ان شاء الله. ادت فيه المجموعه اللي خاضت مباراه الترجي التونسي تدريبات استشفائيه خفيفه على هامش الميران. كمان الجدير بالذكر ان محمود كهربا خاض ميران منفردا قبل انطلاق ميران الفريق الجماعي، وغادر النادي فور الانتهاء من تدريباته بسبب ارتباطه باداء امتحانات، وطبعا بنتمنى له كل التوفيق. طيب لكن احنا بقى لو هنتكلم على صعيد النهارده يا كريم، الفريق واخد راحه من التدريبات، وباتسو موسيماني هو اللي قرر منح اللعيبه راحه سلبيه من التدريبات، وان شاء الله هيعودوا مره ثانيه للتدريب. وخلينا نقول بس لو هنتكلم عن الاهلي، الاهلي حاليا بيعيش حاله تركيز شديده جدا، وهنتابع طبعا مع حضراتكم تفاصيل تدريبات الفريق واخر كمان الاخبار في فقره اخبار النادي. لكن اكيد لو هنتكلم على التركيز فالتركيز موجود، الالتزام موجود، التحضير موجود. باتسو سيماني هذا المدير الفني الرائع بصراحة، ونعم الاختيار من إدارة النادي، مجلس إدارة النادي الأهلي حقيقي، وكتير راهن عليه وكتير كان بيظن ظن يعني مش في محله. لكن أعتقد عارف دايما كده كريم، الرد بيبقى على الملعب أو الرد زي ما يتقال على الأرض، يعني مش مهم رأي حد فيك، المهم أن أنت على الأرض بتعمل إيه وبتنجح إزاي. هو ده أكبر رد، الواحد مش مفروض أن هو يرد كلاميا أصلا، فحاجة محترمة فعلا وكل التوفيق لي. أنا من الناس اللي حبيته من أول يوم وامنت بيه فعلا من اول يوم جه النادي. في ناس بقى عكسك تماما، في ناس قعدوا فتره مش مستوعبين ومتخوفين ومتربصين. الفتره اللي فاتت يعني او الفتره البعيده نسبيا اللي فاتت كان في اصوات كتير يعني ايه بتقول كلام ما معناه بان الاختيار ما كانش في محله. بالمناسبه 90% ان ما كانش اكتر من اصحاب هذه الاصوات اليومين ثلاثه اللي فاتوا تغير الراي، ابتدوا يتكلموا بقى عن ان في بيتسو موسيماني الله ينور ايه الجمال ده، عليه ايه التخطيط ده، ايه العظمه دي. كل التوفيق، هو اكيد مشرفنا وبنتمنى له كل التوفيق والنجاح هو والفريق في الفترات والبطولات اللي جايه باذن الله، واثقين كمان.